سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. ضيوف الرحمن يواصلون النفير إلى مزدلفة بعد الوقوف في عرفة وأداء ركن الحج الأعظم. الجيش الوطني يواصل تأمين مديرية حيران، والميليشيا تقصف الأحياء السكنية بالقذائف. الجيش يقترب من مناطق تخزن فيها ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية في الملاجم بالبيضاء. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وتفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. يواصل جموع الحجيج نفرتهم إلى مزدلفة، حيث يقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحج أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعود الحجاج إلى منى صبيحة اليوم العاشر لرمي جمرة العقبة، أقرب الجمرات إلى مكة، والنحر ثم الحلق والتقصير، والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة. وكان حجاج اليمن قد توافدوا مع عموم ضيوف الرحمن نحو صعيد عرفات لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. وقال وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، قال إن عملية التصعيد من منى إلى عرفات تمت بصورة سلسة وانسيابية تامة، وأدى جموع حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة اقتداء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ووقف الحجاج على صعيد عرفات حتى غروب الشمس. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نحن في عرفات اليوم مع حجاج العالم العربي والإسلامي وحجاج اليمن ما يقرب من 25,000 يؤدوا مناسكهم في هذا اليوم الفاضل، يوم عرفة، بكل يسر وسهولة. عرفات التي تنصهر فيها كل الألوان والأجناس والأبدان واللغات والأوطان. هذا الشعار، شعار التوحيد، هو الوحيد الذي يرفع وتسقط أمامه كل الشعارات السياسية والحزبية والمناطقية والقبلية، ويتجه الناس اليوم إلى إله واحد ويدعونه بهذا الجمع الغفير. نحن في عرفات نعيش في أجواء إيمانية وروحانية. نقدم شكرنا الكبير لفخامة رئيس الجمهورية حفظه الله، وندعو الله أن يمد في عمره وصحته، ونائبه ورئيس الوزراء والحكومة والشعب اليمني الصابر العظيم، وندعو للمملكة العربية السعودية بالتوفيق على ما تقدمه من خدمات جليلة لحجاج العالم الإسلامي قاطبة. تضع المملكة العربية السعودية كل إمكانياتها في خدمة ضيوف الرحمن، وتحرص على سلامة الحجيج وأدائهم للمناسك في انسيابية وسكينة ويسر وسهولة. تغدو أرض الحرمين الشريفين خلية نحل وفريق عمل واحد، يتناسق فيها أداء مؤسسات الدولة بجهود المجتمع بمسؤولية وزارة الحج والعمرة في خدمة حجاج البيت الحرام والضيوف الرحمن. كل المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، لكن وزارة الحج والعمرة السعودية وإلى جانبها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هما الجهتان الحكوميتان المعنيتان بشؤون الحج وخدمة الحجاج، ومن استطاع إلى الحج سبيلا فلا بد أن يمر من هنا. تضطلع وزارة الحج والعمرة بمسؤوليتها الإشرافية والتنظيمية والرقابية لأعمال جميع الجهات ضمن منظومة مقدمي الخدمات للحجاج والزوار والمعتمرين داخل السعودية وخارجها. تولي قيادة المملكة العربية السعودية تطوير قطاع الحج والعمرة وخدمة ضيوف الرحمن أولوية قصوى، وتمضي على طريق الصناعة المتقدمة للضيافة العصرية في هذا القطاع على أسس مهنية واقتصادية سليمة، وتتولى وزارة الحج والعمرة تنفيذ سياسات الدولة بهذا الخصوص عبر دليل تنظيمي ولائحة عمل متكاملة وشاملة، انطلاقا من رؤيتها في أن خدمة ضيوف الرحمن الشرف وأمانة
انطلاقا من رؤيتها في أن خدمة ضيوف الرحمن شرف وأمانة ومسؤولية. تقوم وزارة الحج والعمرة السعودية بتنفيذ سلسلة من المهام والخطط والمشاريع التي تواكب مستجدات خدمة الحجاج ومتطلباتها العصرية وفق أحداث النظم الإلكترونية وأرقى مجالات الأداء، إذ تواكب الوزارة رحلة الحاج والمعتمر والزائر من أول لحظة إلى آخر خطوة، انطلاقا من قناعتها في أن رحلة الحج والعمرة السهلة والميسرة تبعث على السكينة والطمأنينة وتظل حدثا رائعا في الذاكرة والوجدان. وتشرف الوزارة على آلاف الوكلاء الخارجيين لشركات الحج والعمرة وشركات النقل وآلاف الوحدات السكنية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يجتمع وزيرها سنويا مع نحو 70 مسؤولا من دول العالم المختلفة لمناقشة ترتيبات الحج. وتعد الوزارة المرجع الرئيسي لأكثر من 1.5 مليار مسلم ييممون أحلامهم بالحج شطر البيت الحرام. وللمزيد حول أجواء الحج وأحوال الحجاج اليمنيين ينضم إلينا عبر الهاتف وزير الأوقاف والإرشاد القاضي الدكتور أحمد زبين عطية. بداية معالي الوزير، كيف هي أجواء الحج وأوضاع الحجاج اليمنيين؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع معالي وزير الأوقاف. دعا خطيب المسجد النبوي الشريف حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، دعا اليوم العالم لاعتماد الأخلاق في كل مناحي الحياة، وقال آل الشيخ في خطبة عرفة بمسجد نمرة، قال إن الإسلام يحفظ المصالح ويدرأ المفاسد ويدعو إلى عمارة الكون ونفع الخلق، ويقرر التآخي ونشر الرحمة والمودة والخير والمعروف والكف عن الظلم والعدوان. وأشار آل الشيخ إلى أن صورة الإسلام الحقيقية تشتمل على أعلى الأخلاق وأحسن التعاملات، وقال لن نتمكن من إيجاد مواطنين صالحين إلا بالأخلاق. وحث آل الشيخ المصلين على أداء زكاة الأموال مرضاة للرب ومواساة للفقراء ومساهمة في المنافع العامة المذكورة في مصارف الزكاة كما أمر الله بذلك، وحث حجاج كما أمر الله بذلك. وحث آل الشيخ حجاج بيت الله الحرام على تقوى الله تعالى والحرص على أداء نسك الحج على أفضل وجه أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يلاقي الحجاج من ذوي شهداء الجيش الوطني المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يلاقون عناية خاصة واهتماما كبيرا من قبل القائمين على البرنامج. الزميل فوز المريسي مفد سهيل للأراضي المقدسة التقى اليوم في عرفات بالعقيد محمد درهم أحد المشرفين على حملة الحجاج. من هنا من جبل عرفات يوم الحج الأعظم ننقل مشاعر الحجاج وأجواء هذا اليوم العظيم، حيث تتعانق الأرواح وتعانق السماء، الجميع هنا في مشهد إيماني يجسد حجم الوحدة بين المسلمين. نحن هنا بدورنا ننقل واقع أو انطباعات المشاركين في حملة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء الجيش الوطني اليمني والذين حلوا ضيوفا في ضيافة الملك سلمان ابن عبد العزيز. سنستطلع آراء عدد من المشاركين في هذا البرنامج ونأخذ انطباعاتهم، كيف لاقوا اهتمام من قبل الجانب السعودي ومن قبل القائمين على هذا البرنامج. معي هنا العقيد محمد درهم وهو أحد المشرفين على هذه الحملة. سيادة العقيد، كيف وجدتم حجم التجهيز والاستعداد وكيف تم استقبالكم في هذا البرنامج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لأداء هذه الشعيرة الكريمة والعظيمة التي كنا نتمناها دائما وأبدا أن نصل إليها، فبفضل الله سبحانه وتعالى أن وصلنا إلى هذه الأماكن المقدسة. أولا أخي الكريم، كانت التجهيزات التي تمت أثناء دخولنا إلى هذه الأماكن
تجهيزات يعني مريحة وتجهيزات عالية جدا، يعني حفاوة الاستقبال، التراحب، استقبال الناس، تجهيزات من بداية دخولكم إلى الأراضي السعودية وحتى وصولكم إلى هذا المكان المقدس، كيف كان التنقل ووسائل المرور بين المشاعر المختلفة؟ الحمد لله رب العالمين أنه كان هناك تسهيلات كبيرة. أثناء تنقلنا من بداية دخولنا الأراضي السعودية كان هناك تسهيلات و يعني معاملة خاصة لحجاج أسر ذوي الشهداء، حتى في أثناء المعاملات في المنافذ في المنفذ وأثناء التنقلات من مكان إلى آخر، ثم الانتقال إلى الوديعة وإلى شرورة، وبعدها انتقال بطائرة خاصة إلى مطار جدة الدولي، يعني اهتمام غير عادي. ثم وجدنا التراحيب والحفاوة والاستقبال. ثانيا أثناء إقامتنا في مقر الإقامة في الفندق كان هناك يعني تجهيزات عالية واستقبال غير عادي لأسر ذوي الشهداء، وتجهيزات يعني تليق بمقام أسر الشهداء، حتى أن كل الذين كنا معهم من أسر ذوي الشهداء يعني وجدنا منهم ارتياح غير عادي، كل الناس ممتنين. إذن معنا هنا أيضا أحد المشاركين في هذه الحملة، هو الآخر سيطلعنا عن حجم الارتياح الذي وجدوه من تجهيزات واستعدادات، وأيضا ما هي رسالة الحجاج المشاركين في هذه الحملة سواء لخادم الحرمين الشريفين أو للقائمين أو المنسقين من دائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة الدفاع اليمنية؟ بسم الله والحمد لله ونصلي على رسول الله وآله وأصحابه، من على تراب عرفات الطاهرة نرسل تحايانا للأحباب في اليمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا. بالنسبة للترتيبات، ترتيبات عالية واستقبال يعني يليق بمقام أسر الشهداء، التنقل بين المشاعر بأحدث الوسائل وبأحدث الباصات، التجهيزات في المخيمات ولله الحمد مخيمات على أرقى مستوى، و هذه صورة هذه صورة أيضا لو بالإمكان أن ينقل المصور الكاميرا إلى هذا المكان، هو من أفضل الأماكن التي هنا في جبل عرفات حيث تم استقبال أهالي الشهداء، شهداء الجيش الوطني، وهي لأول مرة بالمناسبة يتم استضافة أهالي الشهداء، هي بحد ذاتها عمل، هو بحد ذاته عمل إيجابي ويستحق الشكر والثناء كما يقول هؤلاء المشاركين. فوز المريسي، قناة السهيل، من جبل عرفات، مكة يواصل الجيش الوطني تأمين كامل مديرية حيران، في الوقت الذي تمطر الميليشيا الانقلابية منازل السكان في مركز المديرية بالقذائف بين الحين والآخر كنوع من عقاب المدنيين لفرحتهم بتحرير حيران. نتابع آخر المستجدات في سياق التقرير التالي. نقف هنا في هذه النقطة التابعة للجيش الوطني وتحديدا على الخط الدولي الرابط بين حرض ومحافظة الحديدة، وتحديدا تقف خلفنا مديرية عبس التي توغل الجيش الوطني فيها عدة مناطق بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي. وللحديث عن التطورات العسكرية الميدانية الأخيرة ينضم إلينا ويحدثنا الملازم أمين السبئي. أمين، لو تحدثنا عن آخر وأبرز المستجدات العسكرية هنا في جبهة حيران. بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بالإعلام. أخي الكريم، قواتنا، قوات الجيش اليمني، تقدمت وأحرزت تقدما كبيرا في هذه الجبهة. 7 ليال و8 أيام حسومة هي عمر مواجهات جيشنا الوطني مع القوى الانقلابية والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. تقدم فيها جيشنا الوطني لتحرير ما تبقى من جبهة حيران. في تقريرنا السابق كنا في
قرى الزين، واليوم في مركز مديرية حيران قطعها جيشنا الوطني هذه المسافة القرابة 7 كيلو في غضون أيام. والآن نحن نقف في مركز مديرية حيران بعد وسيطرنا على الخط الأسفلتي، هذا الخط الذي كان شريان إمداد الميليشيات من عبس ومن الحديدة، وسيطرنا على جبل الشبكة كذلك المطل وهو جبل استراتيجي يطل على هذا الخط، واتجهنا كما ذكرت في بداية حديثك نحن عبس، واتجهنا نحو المزارع التي سيطر جيشنا الوطني على معظم أجزاء منها التي كانت تتخذ منها الميليشيات وكرا للاختفاء فيها. كما لا يفوتني أن أذكرك أخي الكريم بأننا في خلال هذه العملية التي خاض غمارها جيشنا الوطني مدعوما بإسناد من قوة التحالف، لهم منا الشكر بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لدينا العديد من الأسرى، هم كثر كل يوم، ولدينا أسير كل يوم، ولدينا بل أسرى غنم من خلالها جيشنا الوطني عدد من القطع السلاح، ومنها أطقم وسيارات وطقم مدرع 37، هذا يستخدمه كان الدفاع القوي حرس جمهوري. هناك مصادر مطلعة هناك في محافظة حجة تحدثنا عن انهيارات كبيرة وارتباك وملامة داخل صفوف الجماعة الحوثية والميليشيات المتمردة، لو تحدثنا عن المعنويات لعناصرهم المتواجدة هنا حينما تحتدمون معهم في القتال. أخي الكريم، جيشنا الوطني يسير بخطى ثابتة، ولذلك يلقن العدو دروسا موجعة، لأننا نسير وفق خطة عسكرية، ولذلك هذه المسافات التي قطعها جيشنا الوطني يضع قدمه كما قلنا في مكان، واليوم الثاني يتأهب ليضع قدمه في مكان ثاني، هذا دليل على انهيار الميليشيات. أبطال جيشنا الوطني عندما يخوضون معارك مع هؤلاء الميليشيات أكثرهم يسلموا أنفسهم، لأنه أكثرهم من صغر السن وأكثرهم لم يأخذوا أعتقد تدريب كافي، هم يعني أجبروا، في منهم أجبروا على القتال من خلال ما حققوا إخواننا مع الأسرى، وجدوا أن أكثرهم مجبرين على القتال، يعني مجبرين مكروهين على القتال، وإلا سيفجروا بيوتهم وقتلوا أبنائهم وإخوانهم. هذه قصة الميليشيات، أجبرت الناس على القتال، ولذلك نلاقيهم أنهم يسلموا أنفسهم طوعية لأبناء الجيش الوطني. شكرا أمين. إذن كما أكد الملازم أمين أن هناك انهيارات في صفوف الميليشيات مما دفع بعناصرها إلى الفرار أو الاستسلام لأبطال الجيش الوطني، بالإضافة أن الميليشيات لجأت إلى إمطار قذائف ومساكن المواطنين بقذائف الهاون والمدافع، لكن صقور الجو سيتعاملون معهم، وأيضا مدفعية الجيش الوطني سيتعاملون مع مصادر هذه النيران لتأمين المنطقة بالكامل. سليم المخلافي من مديرية حيران محافظة حجة. هذا ويعيش سكان أهالي حيران في حرية وأمان بعد تحرير مديريتهم من قبل الجيش الوطني مسنودا بقوات التحالف العربي، الأمر الذي أزعج الميليشيا المتمردة فقامت بمنع المواطنين من السفر إلى الأسواق لجلب احتياجاتهم الضرورية. نتواجد الآن في قلب مركز مديرية حيران المحررة التي حررها الجيش الوطني يوم الخميس الماضي وسط ترحاب واحتفال كبير من قبل المواطنين. الأجواء هنا تبدو آمنة، نأخذكم في استطلاع لنستطلع آراء المواطنين، كيف تبدو الأجواء هنا وكيف تعاملت معهم الشرعية ممثلة بالجيش الوطني؟ السلام عليكم. حياك الله. كيف تعامل معكم الجيش الوطني حينما وصل إلى هذه المديرية؟ والله أنقذونا من الجماعة الحوثيين، هم الذين دمرونا وشمتوا بيوتنا وقهروا الأطفال وعذبوا شمتونا وخلوا حالنا مدهور، وأجوا الشرعية عفظهم الله ورعاهم أعطاهم الله القوة، يعني حررونا من الاستبان اللي احنا كان فيه من قبل هذين الحوثيين. هل كانوا يأخذون منكم مجهود حربي أو شيء؟ نعم، كانوا يأخذون مجهود حربي، يأخذون مجهود حربي على المواطنين ويشعسكروا المواطنين بالقوة، لكن المواطنين رفضوا، ما حد خرج معهم لا عسكر، والحمد لله تحررنا حيران. وكيف تعامل معكم الجيش الوطني حينما وصل؟ تعامل معنا يعني بالأخلاق عالية واحترام احترام وتعاون، تعاون معنا، كان يتعاون معنا كل شيء، عاملة معاملة حسنة ومعاملة طيبة، وأخوان لنا مش أعداء، أعداء الميليشيات الحوثية، كانوا مستأمرين وجنودنا جبريا. والمجهود الحربي كانوا مجهود نسلم الخمس كل شهر، كل شهر نسلم الخمس، بيستلموا الدكاكين بخذهم عليها جبريا، ولا مسلمش بخذهم إلى السجن. طيب أين الحوثيين الآن؟
العثيين برا برا هناك مستباع 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 كلها عثيين هربوا هربوا ايوه فلوا فرار العثيين خارج منطقة حيران. الجيش الوطني مسيطر على منطقة حيران بالكامل وان شاء الله ميليشيات الحوثي لم تندهر اليه انما الجيش الوطني امامه. طيب الان مركز المديرية بشكل امن، كيف تعيشوا يومكم يعني بشكل طبيعي ولا؟ بشكل الحمد لله طبيعي مده لكنه حياتنا طبيعية. عند الجيش الوطني. طيب تستطيعوا تخرجوا وتدخلوا الى والله ميليشيات الحوثي معاصرين من كل الجهات. يعني من الازمات يمنعوكم ممنوع الخروج الى تخرج لا مواد غذائية ولا حتى القوطة منعوها ولا اي حاجة تل ممنوع قوطة ممنوعة المواد الغذائية ممنوعة دار لهم في حسن يعني الخضاح تدخلها معاك يشلونها الميليشيات يهجروننا من يدك ويجذلبها بالقوة ولم تستطيع برفعوا عليك السلاح وبيهونوك محاصرين من الديزل محاصرين من الخضرة محاصرين من الماء محاصرين من كل شيء احنا الان مشكلين فينا ازمة ميليشيات الحوثي موقفين على خط. اذا هذا استطلاع مع المواطنون تبدو الاجواء هكذا وهذا يحتم على الجيش الوطني تحرير مزيد من المناطق لطرد الميليشيات اكثر وتامين هذه المناطق بشكل اكبر. هنا موجود الامن والامان لكن المعيشه تبدو يوجد فيها صعوبات نتيجه حصار الميليشيات ومنع المواطنين من الانتقال الى عبس والى شفر. سليم المخلافي لقناه سهيل الفضائيه من مركز مديريه حيران المحرر. أسقطت قوات الجيش الوطني مساء الأمس طائرة تجسس لميليشيا الحوثية الانقلابية أثناء تحليقها فوق مواقع الجيش الوطني جنوب مركز مديرية حيران. وقال مصدر عسكري بأنه تم التعامل مع الطائرة المسيرة التابعة للانقلابيين وإسقاطها على الفور. وكانت قوات الجيش قد أسقطت العشرات من الطائرات المسيرة لميليشيا الحوثي خلال الأشهر الماضية في جبهة ميدي وحيران. قال قائد العمليات العسكرية في جبهة الملاجم العقيد أحمد بحيبح قال إن قوات الشرعية في محور بيحان أصبحت على مشارف مناطق استراتيجية تتخذ منها الميليشيا الانقلابية مواقع تخزين للأسلحة وترسانة عسكرية للصواريخ البالستية. وأوضح العقيد بحيبح لموقع 26 سبتمبر بأن الميليشيا الحوثية تمتلك مخازن أسلحة استراتيجية في منطقة ما بعد ظهر البياض وتبعد عن مواقع الجيش الوطني من 3 إلى 4 كيلومترات. وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية كانت تطلق من هذه المنطقة صواريخ زلزال وصواريخ بعيدة المدى. وقال إن منصات الإطلاق لا زالت موجودة. وكان الجيش الوطني أكد سيطرته في معارك الأحد على مشارف مفرق ظهر البياض الاستراتيجي والمرتفعات الجبلية في سلسلة جبال البياض بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل أكثر من 26 عنصرا من ميليشيا الانقلاب وجرح العشرات. أكد التجمع اليمني للإصلاح في تعز مضيه مع كافة قوى المجتمع ومكوناته السياسية والاجتماعية في دعم ومساندة الجيش الوطني والأمن لتحقيق التحرير وترسيخ الأمن في ظل القيادة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبد رب منصور هادي. وشدد إصلاح تعز على ضرورة استقلالية مؤسسة الجيش وحق امتلاكها للأجهزة الأمنية للسلاح واحتكارها للقوة باعتبارهم صمام أمان للمجتمع وقاعدة وجود الدولة. ووقف إصلاح تعز أمام الحملة الإعلامية الظالمة والتناولات الدعائية المرجفة والممنهجة التي تستهدفه في محاولة للنيل من مواقفه المبدئية الراسخة المنحازة للوطن والشرعية والشعب. وقال إصلاح تعز إن مثل هذه الحملات والبيانات الصادرة من البعض ضد الإصلاح تعد عنوانا صارخا للتضليل وتزوير الحقائق وعلامة بارزة للإفلاس، وهي حملات تسيء بالدرجة الأولى لتعز وتستهدف دور الجيش الوطني وتخدم الإرهاب وتغطي على جماعات القتل وتعطيها فرصة الهروب والنجاة بل وإعادة التموضع لضرب المدينة واستقرارها.
وأشار إصلاح تعز إلى أنه ليس له أي مواقف عدائية مع أي مكون من المكونات الوطنية أو تيار من التيارات السياسية أو الاجتماعية، ودعا الجميع إلى الوحدة والاصطفاف من أجل التحرير وترسيخ الأمن ومواجهة الأخطار المحدقة بتعز والوطن. أنأ التجمع اليمني للإصلاح في الحديدة أبناء المحافظة وكافة الشعب اليمني والقيادة السياسية والجيش الوطني والمقاومة التهامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وحي مصدر في إصلاح الحديدة إرادة الصمود والتحرير والتضحيات التي تبذلها قوات الشرعية المسنودة بالتحالف العربي بقيادة التحالف العربي في سبيل دحر الميليشيا الحوثية واستعادة الدولة. وثمن المصدر دور السلطة المحلية الجديدة ودور السلطة المحلية في الحديدة وجهودها الكبيرة في سبيل صرف مرتبات المعلمين وموظفي المكاتب التنفيذية في المحافظات والمديريات المحررة، مؤكدا بأن هذه الخطوة المسؤولة ستخفف من متاعب ومعاناة الموظفين. وأكد إصلاح الحديدة على أهمية توحيد الصفوف والجهود والطاقات بين مختلف أبناء الحديدة في مواجهة هذه الميليشيا الانقلابية العابثة بحياة وموارد أبناء الحديدة، ودعا إصلاح الحديدة إلى سرعة الإفراج عن المختطفين في سجون ميليشيا الانقلاب. قالت مصادر محلية في مدينة الدريهم بأن اشتباكات اندلعت اليوم بين قوات الجيش وأحد الجيوب التابعة للميليشيا التي كانت تتحصن في مدرسة عائشة في المربع الغربي للمدينة. وأوضحت مصادر محلية لمراسل قناة سهيل بأن الجيش تمكن من قتل العناصر المتمترسة داخل المدرسة وعثر على مخزن أسلحة ثقيلة ومتوسطة وذخائر مختلفة، إضافة إلى أنفاق داخل وخارج المدرسة والمناطق المجاورة لها. على الصعيد الإنساني، توفيت مواطنة في مدينة الخوخة متأثرة بجراحها جراء إصابتها بشظايا قذيفة أطلقتها ميليشيا الانقلاب. اعترفت ميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة بمصرع القيادي العقيد هلال الذيفاني الملقب بأبي عبد الجليل، وذلك أثناء محاولته لفك الحصار الذي فرضته قوات الجيش على بقايا جيوب الميليشيا في مركز مديرية الدريهم جنوب مدينة الحديدة. وكانت مصادر عسكرية في الساحل الغربي قد قالت إن العقيد الذيفاني قتل في قصف لطيران الأباتشي التابع للتحالف العربي مع العشرات من عناصر الميليشيا أثناء محاولتهم لفك الحصار عن عناصرهم المتبقية في مركز الدريهم حينها. إلى ذلك أكد مصدر عسكري مصرع مشرف مجموعة القناصة في مركز مديرية الدريهم المدعو عمر عبد حسن الحشف، وأوضحت مصادر بأن الحشف لقي مصرعه على يد أبطال الجيش في معركة تحرير مركز الدريهم جنوب مدينة الحديدة. ألزمت ميليشيا الحوثية في الحديدة اليوم مصرف الكريمي بإيقاف صرف مرتبات من تبقى من موظفي المحافظة المحولة من وزارة المالية في حكومة الشرعية. وقالت مصادر محلية إن احتقانا تشهده مدينة الحديدة بسبب ممارسات ميليشيا الانقلاب التي طالت الآلاف من أسر الموظفين وحرمتهم من مرتباتهم التي صرفتها الحكومة الشرعية للتخفيف من معاناة المواطنين في محافظة الحديدة. ودعا الموظفون المبعوث الأممي إلى التدخل وإيقاف هذه الممارسات التي تستهدف حياتهم بعد أن نهبت مقومات الحياة. قال قائد مدرسة القوات الخاصة في مأرب العميد أمين محمد عوض بأن دورة الضباط شملت أكثر من 327 ضابطا. الدورة الأولى لتأهيل الضباط يعني عقدت في مدرسة القوات الخاصة ولعدد 327 طالب متخرج، والحمد لله الدورة هذه يعني أخذت حقها من التدريب والتأهيل بما لم يتم قبل ذلك في أي دورة أخرى، فقد تم الاهتمام بتأهيل هؤلاء الضباط الخريجين على أعلى مستوى، وكان المدرسين يعني من مدراء الهيئات ومن مدراء الدوائر في أرقى مستوى. أيضا توجت الدورة هذه بمشروع تكتيكي استمر لمدة 10 أيام في معسكر النصر خارج المدرسة بالذخيرة الحية وبممثلات التدريب،
وقد أظهروا المتدربين مهارة عالية، وهو ليس غريبا عليهم لأنهم أتوا من الجبهات، هم ليسوا متجندين جداد وإنما أناس أتوا من جبهات لهم خبرتهم، وإنما تم صقل هذه الخبرات وتم إعدادها إعدادا عسكريا بما يتوافق ومع الأنظمة والقوانين العسكرية في أعلى مستوى. نفذت المؤسسة العامة للطرق والجسور بمحافظة لحج مشروع إزالة ورفع الكثبان الرملية من على جانبي محور الطريق الحسيني العام بمديرية تبن، وذلك بطول 32 كيلومترا. وقال المدير العام للمؤسسة العامة للطرق والجسور محافظ محافظة لحج المهندس رياض حسن زين، قال إن هذا العمل يأتي لإزاحة الكثبان الرملية التي باتت تشكل خطرا على المركبات لتجنب الحوادث المرورية، مضيفا إلى أنه سيتم تسوية الأكثاف الرملية وتصحيحها وكذا ردم الحفائر في الأسفلت، مؤكدا أن المشروع سيستمر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتفادي حدوث أي انقطاع للطريق وتسهيل حركة المواطنين وزوار العاصمة عدن خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. بدوره دعا نائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز، دعا الجهات ذات العلاقة بسرعة توريد المبالغ المخصصة لصيانة الطرق كي يتم صيانة الطرق والحفاظ عليها من الانهيار. طبعا نحن اليوم مستمرين بالعمل الذي بدأ قدشناه يوم الخميس الماضي لإزالة الكثبان الرملية من طريق الحسيني العلم، وهذه الجهود تأتي من قبل المؤسسة العامة للطرق فرع لحج وتمويل من صندوق صيانة الطرق، ولدينا برامج أخرى في طريق طور الباحة تسوية الأكتاف، وقد بدأنا العمل منذ بداية هذا الشهر شهر أغسطس 2018 في أعمال تراقيع طريق نوبة دكيم الحوطة وطريق الحوطة دار سعد، والآن نحن مستمرين في إزالة هذه الكثبان في هذه الطريق الرئيسية، وستستمر الحملة ولدينا فرقة صيانة طارئة خلال إجازة العيد. اختتم صباح اليوم فعاليات الدورة التدريبية في مجالات السكرتارية وصيانة الجوالات ومنظومة الطاقة الشمسية التي نظمتها جمعية نماء التنموية الاجتماعية في إطار برنامج مهنتي بين يدي بدعم من مؤسسة صلة للتنمية. شارك في الدورة 15 شابا وشابة من أحياء مديرية زنجبار. اليوم معنا تدشين إن شاء الله لبداية دورات جديدة في صيانة الجوال، الهدف منها انخراط المتدربين في سوق العمل، وإن شاء الله بإذن الله كمان عندنا تسليم شهادات للدورات السابقة اللي حصل منها دبلوم سكرتارية، وكان عدد المتدربين 5 متدربات انخرطوا لسوق العمل الحمد لله، وفي 2 تقدموا للعمل في الخدمة المدنية وتم قبولهم، وإن شاء الله بيبدأوا عمل بعد العيد. وكمان معنا يعني تسليم شهايد للدورة التي تمت اللي هي منظومة الطاقة الشمسية اللي هي تعتبر قطاع جديد دخلت أبين اللي ما حصل من قبل، والحمد لله تم تسليم شهائدهم وانخرطوا لسوق العمل واستفادوا من هذه التجربة. نصيحتي لكل المتدربين والمتدربات الموجودين في عندنا في موجودين واللي يسمعوني بأنهم يحاولوا قدر الإمكان أنهم ينموا من أنفسهم، كل إنسان عنده صحة وعنده طاقة بأنه يعمل وأنه يقوم بتجديد نشاطه وأيضا يفيد نفسه ويفيد مجتمعه. أناشد في كلامي الآن كل المنظمات والدولية وكل المنظمات المحلية وكمان القطاع النسوي بأنهم يهتموا بهذا الموضوع على أساس أنه يحدوا نفس الحد اللي قامت بمؤسسة صلة، هدفها الأساسي تنمية البشر أي رفع من مستوى المادي والاقتصادي للمجتمع. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. ضيوف الرحمن يواصلون النفير إلى مزدلفة بعد الوقوف في عرفة وأداء ركن الحج الأعظم. الجيش الوطني يواصل تأمين مديرية حيران والميليشيا تقصف الأحياء السكنية بالقذائف. الجيش يقترب من مناطق تخزن فيها ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية في الملاجم بالبيضاء. في ختام هذه النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله.